السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم جميلة جدا، مجربة إن شاء الله، مضمونة 100%، يعني هذه الوصفة على ضمانتي. تعمل على تبييض الأسنان، أيضا تخلصنا من الجير المتراكم في الأسنان، تعالج التهابات اللثة وحساسية الأسنان، أيضا تعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة. يعني هذه الوصفة ستكون متكاملة وتعالج جميع مشاكل الفم واللثة. في هذه الوصفة نحتاج إلى ورق الألمنيوم، وهو ضروري جدا في هذه الوصفة، ونحتاج إلى مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة جدا. قبل ما أبدأ في عمل الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دعمي بلايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس، وأيضا أتمنى من الزوار الجدد أنهم يدعموني وذلك بالاشتراك في القناة، لأني أحتاج فعلا إلى دعمكم. ولا تنسوا تفعيل الجرس لكي تصلكم جميع وصفاتي المصورة إن شاء الله. نحتاج في هذه الوصفة إلى مكونات بسيطة جدا. أول شيء سنحتاج إلى الكركم، يعني الكركم يعمل على تبييض وعلاج اللثة وجميع مشاكل اللثة. تقريبا ملعقة صغيرة مملوءة جيدا. أيضا نحتاج إلى معجون الأسنان، نضيف مقدار ملعقة أيضا من معجون، تقريبا ملعقة صغيرة من معجون الأسنان. يعني إذا رأينا أن الكمية قليلة ممكن أني أضيف وأزود في المكونات. نحتاج إلى نوعين من الزيوت أيضا في هذه الوصفة. نحتاج إلى زيت جوز الهند، نحتاج ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وأيضا نحتاج إلى ملعقة أخرى صغيرة من زيت الزيتون. نخلط هذه المكونات مع بعض، نمزجها كلها مع بعض. نمزجها جيدا حتى يصير عندنا خليط على شكل كريمة أو كريمي. هذا بهذا الشكل. ثم نأخذ ورق الألمنيوم، ونقوم بلفه بهذا الشكل. نقوم بعمل هذا الشكل، ونأخذ كمية من الخليط أو المزيج. يعني إذا كان متماسك الخليط كثيرا ممكن أني نضيف قطرات من زيت الزيتون، نوزع هذا الخليط، من الأحسن أنه يكون متماسك حتى يسهل توزيعه. هذا الشكل. ثم أقوم بوضعه على الأسنان بهذا الشكل، نطبقه بهذا الشكل وألف به الأسنان
بالكامل وأتركه، يعني نعمل من فوق ومن أسفل، يعني نعمل اثنين من هذا الشكل وألف به الأسنان بالكامل وأتركه أطول مدة ممكنة. يعني كل ما كانت مدة أطول كل ما كانت النتائج أحسن وأسرع. وبعدها نقوم بتنظيف الأسنان وغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، يعني مع تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ستلاحظون نتائج خيالية، يعني رائعة مجربة يعني ومضمونة 100%. إن شاء الله أكون قد أفدتكم في هذه الوصفة ولو بالقليل. أتمنى دعمي بلايك وشير لكي يستفيد أكثر عدد من الناس. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم، اشتركوا في قناتي. شكرا لكم على الدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.